صباح الفل. ابعد عني، انا مخصماك. ليه؟ عشان ايه؟ لو تسمع شخيرك وانت نايم كنت تخاصم روحك. معاك حق، انا الدخان تعب صدري امبارح. اوعدك اني مش هشرب تاني. اهو كل مرة بتقول كده وترجع ريما لعادتها القديمة. اعمل ايه؟ الواحد محتاج يفرفش شوية بعد شاء النهار كله. اسم الله يا شاء، هو انا مش عارفة انت بتشتغل ايه؟ انا باشا بقى اكتر من الموظفين بتوع الحكومة، ولا باخد اجازة ولا ترقية. بلا خيبة، افتكرتك هتطلعني من الهم اللي انا فيه. ما قلتلك نتجوز وتيجي تعيشي معايا. اتجوز واحد عايش متهدد بين لحظة والتانية يخش اللومان؟ ببلاش السنة دي عالصبح، انا بتشائم. بكرة تندم يا عطو وتقول يا ريت اللي جرى مكان. حياتك انا كمان زهقت من الشغلانة دي. طب استني انا حوريك. ايه دي بقى الشغلانة؟ دي بقى اي كلام، العالم ده جرامة. شوف يا ست، ادي اللي طلعت بيه الجمعة دي. المحافظ دي ما فيهاش حاجة خالص، اصحابها شايلينها عياء. والمحفظة دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش غير انذار لقضية نفق. ودي مليانة رشتات دكاترة وكمان شهادة وفاة. ودي معبية جوابات غرامية. والنبي صحيح كاتب فيها ايه؟ اشمعنى دي يعني اللي علقت معاك؟ ما تعرفش تقول كلام زي ده؟ واحسن منه كمان. انا كنت اشطر واحد في الانشا، الفصل كله كان ينقل موضوع الانشا بتاعي، واولهم الواد شوكري. صاحبك المدير؟ ايوه، ابن فردوس. ما تروح له يا عطو، يشوف لك شغلانه عنده. والله فكره، اطلع منه بحاجه، بس انا بحبزق الاعمال الحره. الحره دي تودي في داهي. تاني قلت لك بلاش السيره دي، ما دام فولت عليا هخاف انزل الشغل النهارده. يا حبيبي انا خايفه عليك. حلوه حبيبي دي، قولي لي حاجه زيها. اسمع كلامي، ربنا يهديك ودور لك على شغله تاكل منها عيش بالحلال. انا مكتوب عليا الشقه نعيمه. ابدا، انت قلبك طيب وعقلك نضيف، بس الشيطان هو اللي غالبك. انت طلعت لي منين يا بنت انت؟ ما كنت عايش طول عمري لحد بيراجعني ولا بيحاسبني. الحق عليا انا اللي بدلك على طريق الخير. هو انت ابويا ولا اخويا؟ امال ابقى ايه؟ ولا حاجه. طب عيني في عينك كده؟ ها؟ عيني في عينك. عيني في عيني. لا اوعى كده. اقول لك كلمه صغيره؟ لا لا يمكن تلمسني الا بالحلال. هو كل عندك بالحلال؟ الرزق بالحلال والبوز بالحلال والشيطان مالوش رزق يعك على طول. اهلا وسهلا دانش يا ابني. عن اذنك، اصل الجماعه وصلوا. لا مؤاخذه يا ابني، لا مؤاخذه. ايه اللي عملته ده يا عطو؟ عملت ايه؟ ما تنكرش، انا شايفاك بعناي. وطي صوتك ما تفضحناش، يلا بينا. لا انا مش ماشيه من هنا الا لما ترجع للراجل ده محفظته. يعني ايه؟ يا حاج. تعالي يا عم. تعالي يا عم. يا حاج المحفظه بتاعتك وقعت منك. المحفظه؟ يا نهار اسود، المحفظه فين المحفظه؟ هات يا عطو. ايه اللي خد؟ كتر خيرك يا بنتي، الف شكر، باين عليكم ولاد اصول. احنا ما نقبلش المال الحرام. ربنا يغنيكم بالحلال دايما عن اذنكم. استنى، القانون بيقول اللي لاقي حاجه وردها لصاحبها ياخد 10% من قيمتها. ده كل اللي معايا يا ابني 70 قرش، هدفع منهم 60 قرش لما تسكت القطر. مع السلامه يا عم الحاج. الله يسلمك. ادعي له ربنا يهديه. ربنا يهديك يا ابني ويغنمك السلامة. انت اتجننت يا عطوة، هتضيع نفسك قبل ما تستلم الوظيفة؟ وظيفة ايه؟ تصدقتي؟ انا سايبك على هواك عشان ما تزعليش. ازاي؟ انت مش قلتلي ان صاحبك خلاص هيعينك؟ صاحبي؟ صاحبي جاب لي بوليس النجدة عشان يخلص مني. خلصت روحه وروح اللي خلفوه. ده باين عليه نجل وقليل الاصل. خلاص بقى، قفل على الموضوع ده، انا نسيته. هو ايه الحكاية؟ في راجل مفتري كان سايق وهو سكران، ده الست وراجل، الراجل تعيش انت والست يا عالم. حد خد النمرة؟ ابدا. على فين يا محترم؟ لحظة واحدة من فضلك، أنا متهيألي أعرف القتيل.
تعرفه؟ أعرف. خد إلا بالله، بتشرب منكر؟ الوسط الفني تلف حالك. أخد بقى بيرة. أجي فين؟ أنت عايزهم العيال تحبسني؟ مش كفاية متأخر عليها لغاية دلوقتي؟ تعال أنا عايزك في كلمتين. أنا جاي لك حالا. أوكي. عملت إيه؟ اقتنعت تماما ان نشأة الكاشف هو مرتكب الحادث. حلو. لا مش حلو، مفيش دليل. البنت اتخطفت والعربية أداة الجريمة بقت خوردة ومفيش شهود. فاهم، الكاشف عايز يفرض القانون بتاعه، قانون ساكسونيا. قانون ايه؟ ساكسونيا، البلد اللي بتصنع الخزف الصيني في ألمانيا. ايوه عارفه. كان ليها أصدم قانون حسين عشان ما كانش بيعدل بين الناس وبعضيها أبدا. في العصور الوسطى قانون مقاطعة ساكسونيا كان بيعتبر الموسيقي ظل، خيال، مش إنسان عادي زي بيدخل إلا. فلو مواطن عادي قتل واحد موسيقي لحكمه مين؟ القاتل طبعا. لا، خياله. أه؟ خياله. يجيبوا القاتل ويقفوه في الشمس ويحكموا خياله. حكمت المحكمة بقطع رقبة خيال فلان الفلاني لأنه قتل فلان الموسيقي اللي هو في الأصل خيال برضه، ويمشوا القاتل. فاهم، الكاشف عايز يحيي قانون ساكسونيا من جديد، عايز يعمل ناس من ذهب وناس من طين، الأغنياء لهم قيمة والفقراء مالهمش. ما تروح تستريح، انسى. انسى ايه؟ انسى القضية. في قضايا لو القانون معرفش يفصل فيها بالحق لازم الفصل فيها بقى بطريقة تانية. وشيرة، يبقى خلي بالك من سحر بنتي، يبقى اطمن عليها دايما ولو من بعيد. بتتكلم كده ليه يا عادل؟ أنا بحبك يا مشيرة. حضرتك شفت صورتك في الجورنال؟ يعني ليه؟ اصل في صورة هتطلع لسيادتك في جورنال بكرة، مش هتلحق تشوفها. على كل حال انا عايز اقولك على حاجة، مفيش حاجة هتتم لما اكون راضي ومرتاح. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا جرالكم ايه؟ احنا قلنا يا ماما، يعني اصل احنا مش مطمنين على قعدتك هنا لوحدك، وبصراحة يعني بيع الشقة هيفرجها علينا كلنا. دول 30,000 جنيه و... ما برضو، وبعدين انت حضرتك عارفة دلوقتي مثلا كيلو الفراخ البلدي ب2 جنيه ونص، يعني الواحد لو حب يجيب كيلو ب5 جنيه، ده 5 جنيه 2 كيلو يعني مفيش اي حاجة. وبعدين لو حبيت اجيب المستورد، المستورد دلوقتي بالشيء الفلاني، الواحد يعني مش واخد بالك معايا ولا؟ وبعدين يعني كلنا مع بعض بالصلاة على النبي وهنروش كلنا ومع بعض، يعني ما هو بالشيء الفلاني. ما تقولوا حاجه، هو انا هتكلم لوحدي بقى ولا ايه؟ ده الشيء الفلاني دلوقتي ده بنت لو كتب لي روشتة هنطلع فوق. انا حاسس ان احنا هنبقى اصحاب. يا سلام، وراجل مهم زي ده هيصاحبك انت ليه؟ يا ست اللي بيقعدوا حوالين ترابيزه القمار بتنعدم بينهم الفوارق، الكارت بيدوب الطبقات في بعض. قصدك بيدوب الناس الخايبين في بعض يا اخويا؟ بلا وكسه شيخ حلبخ بقى، اطلع انت منها وهي تعمر. قلبي دوب ناس خايبين في بعض. اطفي النور، النهارده الخميس ليله مفترجه. قطعت صلتي بالناس دول كلهم. وانا مالي، هم اصحابي ولا اصحابك؟ اصحابي وزمايلي، هم زيي وانا زيهم، ما نتخيرش عن بعض. لكن انت حاجه تانية، انت بنت ناس طيبين، خليك بعيد، خليك بعيد يا حكمة، خصوصا عن ميسه. مالها ميسه؟
في منتهى الذوق والادب ومعرفتها تشرف. ست صايعه مش هتخش البيت ده تاني. عيب عيب قوي تقول كده على مرات الراجل اللي خيره عليك. ماهيش مراته، ماهيش مراته، مش مراته. طيب يا حبيبي ننام دلوقتي والصبح نبقى نشوف مرات مين. مرات الكل، مرات كل الرجاله، موظفه عنده في مشاريع الحقيره بالاجره والعموله. نفرض دي مسائل شخصيه، كل واحد حر في حياته الشخصيه، انا ليا مصلحتي وبس. شوف يا حسونه هوريك انا عملت كام النهارده. عملت في ليله واحده بس، ليله واحده يا حسونه عملت 1000 جنيه. 1000 جنيه يهمني بقى اذا كانت مراته ولا مش مراته؟ يهمني انا، يهمني انا يا حكمه. شاهين لو قدر يعمل منك ميسه تاني مش هتاخر. شاهين جر رجلي وقعني في فخ الرشوه، بقيت مرتشي، علمني ازاي اسرق الجمارك، بقى عندي الالوفات، عندي الالوفات مخبيهم، محدش هيقدر يوصل لهم. انا بقيت حرامي، انا بقيت حرامي، انا مطلوب القبض عليا يا عالم، انا بقيت حرامي، حرامي، انا بقيت حرامي، حرامي يا عالم. مالناش دعوه بميسه وسلوك ميسه، بالمره بقى اعرفي انها كانت صاحبتي، انا خدتك معاها.